بعدا شكرا حيت انا معكم اليوم ومع الفنانات الزوينات المغربيات ومع المصممات ما عرفتش خليني حتى نرتاح ما نعاودش لك لامبوتياج كيفاش داير كون درتوها حدانا في بيل مدون ولا في شي بلاصه سينو صافي بليزير نكون معكم اليوم وان شاء الله ما غاديش تكون اخر مره وهذه حاجه كنتشرف بها باش نتكرم في فعالية بحال هادي وصافي ان كران بليزير وتنشكر صحتنا على التغطية وتنشكر الناس اللي واقفين على هاد الفعالية وشكرا